بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة القصيرة نحاول بإذن الله عز وجل أن نأتي على هذه الحقيقة. البعض يرى بأن مقام الدعوة إلى الله عز وجل هذا المقام خاص بصنف، الآن هذا الصنف على رأسه الأنبياء والمرسلون، وبعد ذلك العلماء والدعاة إلى الله عز وجل في كل عصر. والحال بأنه مقام الدعوة إلى الله عز وجل مقام مفتوح، كل منا له دائرة معلومات ومجهولات، حتى أعلم المراجع في زماننا هذا له دائرة مجهولات، كل فرد منا له دائرة معلومات وله دائرة مجهولات. وظيفة المؤمن أن ينقل معلوماته إلى من يجهل هذه المعلومات، وبالتالي يصبح من الدعاة إلى الله عز وجل بقدر ما يمكن. إنسان يعرف الصلاة بآدابها الظاهرية بتلاوتها، يعيش في جو، الآن الكثير من الإخوة يذهب إلى بلاد الغرب مثلا فيرى مسلم لا يعرف كيف يصلي. أنت تعرف الصلاة، هل من المانع أن تنقل هذه المعلومة المهمة، الصلاة عمود الدين، تنقل هذه المعلومة إلى الجاهل لهذه المعلومة؟ إذن كل واحد منا بحسب دائرة علمه من الممكن أن يكون من الدعاة إلى الله عز وجل. وهنا أحب أن أقول بشارة إلى الذين لهم ميل لرقي هذا المنصب، منصب الدعوة إلى الله عز وجل، الذي يحاول أن ينقل الهدى الإلهي إلى القلوب على حسب طاقته، على حسب قدرته، رب العالمين سوف يعينه على مسؤوليته، يشرح صدره للموعظة الباطنية ولموعظة الغير، رب العالمين يجري ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. في الرواية هكذا تجد الرجل لا يخطئ بلام ولا واو، خطيبا مصقعا ولقلبه أشد ظلمة من الليل المظلم. وتجد الرجل لا يستطيع يعبر عما في قلبه بلسانه، ولقلبه يزهر كما يزهر المصباح. إذن من الممكن أن يصل العبد إلى هذه الدرجة، رب العالمين يعطيه نورا يمشي به في الناس، يجعل الأثر في كلامه. ونحن في حياتنا العملية رأينا بعض هؤلاء من غير ذوي الاختصاص، بمعنى من غير علماء الحوزات، عندما يتكلم كلاما ينفض كلامه في القلوب، هذه من أنواع المباركة الإلهية. الذي يعمل بما يقول، والذي يحمل هم الأمة، والذي يتألم لحالات المنكر والجهل في الأمة، رب العالمين يأخذ بيده في هذا المجال. وكما قلنا هذا أمر مجرب، ولا بأس المؤمن قبل أن يقوم بهذا الدور يستغيث بالله عز وجل، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يريد أن ينصح أحدا بما يخشى معه عدم التأثير، ما المانع أن يصلي ركعتين ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يلين فؤاد الخلق له. وقد قرأنا أقولها أخيرا في زيارة أمين الله، محبوبة في أرضك وسمائك، طوبى لمن كان محبوبا في الأرض مع الناس ومحبوبا في السماء مع رب الناس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين أحبهم رب العالمين وأحبهم الخلق، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.